السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في الكورة ديال اليوم ديال لابوليتيك بيجيتير، اللي غادي نشوفوا فيه جميع ما يتعلق بلابوليتيك بيجيتير. غادي نشوفوا فيه شنو هو البيجي، شنو كتعني كلمة بيجي. غادي نشوفوا فيه لي برانسيب ديال لابوليتيك بيجيتير، غنشوفوا فيه لي تيب ولي كومبوزيسيون ديال لا لوا دو فينونس. ومن بعد غادي نشوفوا واحد الفيديو اللي غادي نخدموا فيه كيفاش كيعطيونا دي زيكزيرسيس كيفاش كنخدموا لابوليتيك بيجيتير، يعني سو فورم دي كالكول. واذا ما فهمتوش مزيان او لا اذا لزم الامر غادي نشوفوا دي فيديو اخرين ديال لابوليتيك بيجيت. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه قلنا غادي نشوفوا فيها شنو هو البيجي. فاش كيكون عندنا اي شخص كيكون عنده لي برودوي وكيكون عنده دي شارج، يعني عنده مداخل ديال الفلوس وعنده دي شارج، يعني الاتعاب فين كيخسر هذوك الفلوس. مثلا دي شارج اللي كيكونوا يوميين، الحوايج اللي كيستهلكهم يوميا، المواد الغذائيه وهادي، ولا بعض المرات كيكونوا عنده شي حوايج اللي كيكونوا بليز او موا اكسيبسيونيل، يخرج يمشي يسافر وهادي، هادو كاينين دي شارج. ولا يقدر يبغي يشري مثلا طوموبيل ولا دار، هادو دي شارج. باش يفينونسي هاد لي شارج هادو، باش يشري هاد لي شارج، يشري هاد الحوايج اللي هما راهم اتعاب بالنسبه ليه هو، خصو دي برودوي، خصو مداخل ديال الفلوس. شنو هما هاد المداخل بالنسبه لهذا الشخص؟ فيقدر يكون سوا السالير ديالو، يعني الفلوس اللي كياخذهم من الخدمه ديالو. يقدر باش يحقق هاد لي شارج هادو خصو ياخذ كريدي من لابونك، ولا يشوف لي بارن ديالو، المدخرات اللي كان الفلوس اللي كان كيخليهم ابار من قبل، ويقدر يتسلفهم من عند صحابو. كذلك حتى هادو كيتسموا دي برودوي، يعني كيقدر ياخذ دي كريدي من عند صحابو. يعني البيجي هو الميزانيه، يعني كل حاجه من هاد لي شارج اللي شفنا عندها دي برودوي اللي يقدروا يفينونسيو. يعني شي كيشوف هاد الشخص هذا كيشوف الميزانيه اللي عنده واش تقدر كافيه بانه يحقق هادوك جميع لي شارج اللي عنده. يعني لو بيجي هو الميزانيه. دابا غادي ندوزو نشوفو لو بيجي دو ليتا، يعني ميزانيه ديال الدوله. لو بيجي دو ليتا قالونا اي تان دوكيمون كونطابل روتراسون لونسومبل دي غوسيت اي دي ديبونس. يعني ميزانيه ديال الدوله هو واحد دوكيمون كونطابل اللي كيجمع لينا بزاف ديال لي غوسيت اي ديبونس، يعني الفلوس، مداخل ديال الفلوس والحوايج فين كنصرفو هادوك الفلوس اللي خاصين بالدوله بالنسبه لواحد العام كامل. يعني بالنسبه للعام كامل البيدجي ديال ليطا كيراتراسي لينا لي غوسيت ولي ديبونس، يعني منين جاونا الفلوس وفين غادي نصرفوها. سو بيدجي ايتين بريفيزيون ديتاي، يعني هاد البيدجي هو واحد كنكونو متوقعينو للعام اللي جاي، كيكون اون ديتاي، يعني ها منين غادي يجيونا الفلوس، فاش غادي نخسرهم، داكشي بالديتاي وبريسي. لو بيدجي اللي هو الميزانيه، من هنا لقدام غادي نوليو نسميو لا لوا دو فينونس اللي هو قانون الماليه. شنو هاد القانون الماليه؟ هاد القانون الماليه كيكون مصايبه لينا المينيستر ديال ليكونومي، يعني وزاره الاقتصاد والماليه هي اللي كتكون مصايبه لنا هاد لا لوا دو فينونس. من بعد ما كتاخذ لي دوموند ديال جميع لي مينيستر، بحالاش مثلا بحال وزاره التعليم كتقول ليها راه خاصني هذه وهذه وهذه، كياخذوا هذوك لا دوموند ديالها. مثلا وزاره الشبيبه والرياضه كياخذوا كيقولوا لهم خاصنا وخاصنا، فجميع الوزارات كياخذوا من عندهم لي دوموند ديالهم وكيصاوبوا لنا هاد لا لوا فينونس. من بعد كتصادق عليه الحكومه، خاص ضروري هاد لي دوموند اللي كياخذوهم من عند لي مينيستير كتصادق عليهم الحكومه وكتحطهم في البرلمان باش يفوتيو عليهم، باش يصوتوا على هاد قانون الماليه في لي شامبر بجوج، يعني مجلس النواب ومجلس المستشار كيصوتوا عليه عاد باش كيخرج الحيز الوجود في العام اللي جاي. يعني دابا هاد قانون الماليه هذا كنصايبوه في الاخر ديال العام باش نخدموا به في العام اللي من بعد. دابا هادشي اللي كامل اللي قلنا عندنا ليطا اللي هي الدوله، عندها لي ديبونس وعندها لي غوسيت. لي ديبونس هما الحوايج فين غادي تخسر الفلوس، ولي غوسيت هما الحوايج منين غادي تجيب الفلوس. بالنسبه للي ديبونس عندنا لي ديبونس اوردينير اللي فيهم لي ديبونس دو فونكسيونمون، الاتعاب اللي كتخلص لي فونكسيونير ديالها، مثلا الاساتذه، المعلمين، ولا الناس اللي خدامين في الادارات، هادوك تيتسموا دي فونكسيونير، يعني كنخلصوهم سو فورم دي ديبونس دو فونكسيونمون. من بعد عندنا ديبونس اون انتيري اي كوميسيون دو لا ديت بوبليك. فلا ديت بوبليك هو الدوله فاش كتاخذ واحد الكريدي، مثلا كريدي خداتو في 2015 فكتبقى تخلصو على بزاف ديال الاعوام، كل عام كتخلص واحد لابار من هذاك الكريدي وكتخلص حتى الانتيري ديال هذاك الكريدي. وفي بالنسبه لي غوسيت عندنا لي غوسيت اوردينير. شنو هما هاد لي غوسيت اوردينير؟ المداخل ديال الفلوس اللي عاديين، عندنا الغوسيت فيسكال وعندنا لي غوسيت نون فيسكال. لي غوسيت فيسكال هما اللي خاصين بالضرائب، ولي غوسيت نون فيسكال هما اللي ما خاصينش بالضرائب. من بعد عندنا لي غوسورس دو سيرتان كونت سبيسيو دو تريزور.
من بعد عندنا لي ديبونس اكستراوردينير. لي ديبونس اكستراوردينير هما الحوايج اللي كنخسر فيهم فلوس ما كيكونوش دائما، يعني غير اعتياديين. عندنا فيهم لي ديبونس دانفستيسمون، هما الاستثمارات. فالدوله ما كتستثمرش كل عام، كاين العام اللي ما كتستثمرش فيه، داكشي علاش سميناه اكستراوردينير. هادو كنحطو فيهم لي ديبونس دانفستيسمون. في لي روسيت اكستراوردينير عندنا لونبرون. فهاد لونبرون سوا يقدر يكون خارجي من عند صندوق النقد الدولي، ولا يقدر يكون داخلي. الدولة حتى هي عندها الحق تسلف من لابورس، مثلا كتاخذ دي كريدي من لابورس. وعندنا لي دون. لي دون هما الاعانات، الفلوس اللي كيجيونا من برا، مثلا الولايات المتحده فاش كتعطي شي اعانه للمغرب، فهنا فين كندخلوهم؟ كندخلوهم في لي غوسيت اكسترا اوردينير سو فورم دي دون. فهذا هو البيدجي دو ليتا ديالنا، بحال هكا كيكون. يعني بحال هكا كتكون البيدجي ديالنا، فيها لي ديبونس وفيها لي غوسيت وفيها لي ديبونس. عندنا لي ديبونس اوردينير ولي غوسيت اوردينير، وعندنا لي ديبونس اكسترا اوردينير ولي غوسيت اكسترا اوردينير. غادي نشوفوا شنو هما لي برينسيپ ديال هاد البيدجي ديال ليتا. اول برينسيپ عندنا هو لانيواليتي. شنو كيقول لنا هاد البرينسيپ ديال لانيواليتي؟ قالت لي غوسيت اي لي ديبونس سون فوتي بور لاني سيفيل افونير. يعني لي غوسيت هما المداخل والمخارج ديال الفلوس، كنفوتيو عليهم بالنسبه للعام المجي. لانيواليتي جات من لاني، يعني كنفوتيو عليهم على عام كامل. يعني الا كنا حنا دابا مثلا في 2020، في الاخر ديال 2020، فاش كنفوتيو على هذاك البيدجي ديال ليطا ديال العام الجاي، يعني كنفوتيو عليه من 1/1/2021 مثلا حتى 31/12/2021. هذه هي لانيواليتي، يعني بالنسبه للعام كامل. عندنا لونيتي. لونيتي قالوا لنا لي غوسيت اي لي ديبونس سون بريزونتي دون ان دوكيمون اونيك. يعني لي غوسيت ولي ديبونس كنعطيوهم في واحد دوكيمون واحد، دوكيمون واحد كيكون جامعهم بجوج، لي ديبونس و لي غوسيت. عندنا لونيفرساليتي. شنو كتعني هاد لونيفرساليتي؟ قالت لونسومبل دي غوسيت اي افيكتي ا لونسومبل دي ديبونس. يعني جميع الحوايج اللي دخلوا لينا الفلوس كنافيكتوهم، كندخلوهم كنخسروهم في هذوك لي ديبونس اللي روتراسيناهم في الاول. يعني جميع لي بريفيزيون اللي كنا دايرينهم غادي نخسروا فيهم الفلوس، فخصنا ايفيكتيفمون نخسروا فيهم هذوك الفلوس. شفنا دابا لي برينسيپ، غادي ندوزو نشوفو لي تيب دو لوا دو فينانس. بالنسبه لي تيب دو لوا دو فينانس، عندنا اول وحده هي لا لوا اورغانيك. شنو هي هاد لا لوا اورغانيك؟ سي لا لوا كي ديتيرمين لو كادر جوريديك دو لا لوا دو فينانس. هي هاد لا لوا اللي كتحدد لينا لو كادر جوريديك، يعني الاطار القانوني اللي كتخدم فيه هاد لا لوا دو فينانس، هاد القانون المالي علاش كتنتمي في الاطار القانوني ديالها. من بعد عندنا لا لوا دو فينانس انيسيال. La loi de finances initiale est la loi prévoyant et autorise pour chaque année civile, principe de l'annualité, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. يعني لا لوا دو فينونس انيسيال هي واحد لا لوا اللي كنقادوها في الاول، اللي كنديروا فيها دي بريفيزيون بالنسبه للعام الجاي، يعني شحال غادي نخسروا شحال غادي نخسروا، كنصوبوها قبل ما يبدا العام. هذيك هي لا لوا دو فينونس انيسيال، كتكون مبدئيه. كنحطوا دي بريفيزيون، يعني كنقولوا شحال غادي ندخلوا ديال الفلوس وها فين غادي نخسروهم. هذيك هي علاش كنسميوها دي بريفيزيون، يعني كنكونوا غير كنتوقعوا. هذيك هي لا لوا دو فينونس انيسيال غير مبدئيه. من بعد عندنا لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف. اش كتعني هاد لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف؟ ففي الكور دو لاني، يعني في الوسط ديال العام، كيقدروا يجيونا شي حوايج اللي ما كنكونوش رادين ليهم البال، بحال مثلا الحاله اللي حنا فيها دابا ديال فيروس كورونا. فلا لوا دو فينونس انيسيال ما كانوش مدخلين ان غادي نخسروا الفلوس على باش نداويو الناس ولا باش نشريو الادويه بالنسبه لفيروس كورونا. فكتجي لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف كتقول لهم بان خصنا الفلوس باش نخسروهم باش نداويو الناس وباش نشريو الماتيريال. هذه هي لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف، كتحول المصادر ديال الفلوس من شي حوايج اللي كانوا غاديين مثلا الاستثمار ولا الفونكسيونمون ولا شي حاجه، كتحولهم للتدبير ديال هذه الجائحه ديال كورونا. هذه هي لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف اللي كتجي باش ريكتيفي لا لوا دو فينونس انيسيال او كور دو لاني. وعندنا لا لوا دو ريغلومون. شنو هي لا لوا دو ريغلومون؟ اي لا لوا كونستاتون لي ريزولتا فينانسيي دو شاك اني سيفيل اي ابروفون لي ديفيرونس انتر لي ريزولتا اي لي بريفيزيون دو لا لوا دو فينونس انيسيال. يعني هاد لا لوا دو ريغلومون كتجي في الاخر باش تشوف شنو هما لي بريفيزيون اللي كنا باغيين نوصلوا ليهم وشنو هما لي ريزولتا اللي وصلنا ليهم. يعني واش هذاك الشيء اللي كنا متوقعينه وصلنا ليه ولا لا. يعني كتجي بحال كتشوف الريزولتا، كتشوف النتيجه ديال هذيك لا لوا انيسيال واش حددناها كامله، وفاش جاو هذوك لي لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف وصحوا، واش وصلنا لشي نتيجه ولا لا.
بون باش نفهموا هاد لي تيب مزيان غادي نشرحهم لكم على هذا الشكل. هذا حنا دابا في 2020، من قبل كانت عندنا 2019 ومن بعد عندنا 2021. قلنا لوا اورغانيك هي اللي كتحدد لنا الكادر جوريديك، يعني شي حوايج اللي خصهم يكونوا في لا لوا دو فينونس، الكادر جوريديك هذاك بوحدو. اول حاجه قلنا عندنا لا لوا دو فينونس انيسيال، هاد لا لوا دو فينونس انيسيال كنديروها في 2019 باش نطبقوها في 2020، يعني هي واحد القانون الماليه مبدئي انيسيال هو اللي كنديروه في 2019 باش نطبقوه في 2020. من بعد قلنا عندنا لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف، اش كدير هاد لا لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف؟ كتجي او كور دو لاني ديال 2020، كنقدروا نطبقوها في اي مرحله في العام ديال 2020، كنجيو كنبدلوا بها شي حاجه كيف ما قلت لكم من قبل في التدبير ديال هاد الفيروس ديال كورونا. فجانا على غفله ما كناش حاطين ليه الفلوس ابار، فخاصنا نديروا ديال لوا دو فينونس ريكتيفيكاتيف باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها. ومن بعد عندنا لا لوا دو ريغلومون، قلنا شنو هي لا لوا دو ريغلومون؟ هي اللي كتجينا فاش كنساليو العام ديالنا وكنجيو نشوفوا لي ريزولطا، لي ريزولطا مع لي بريفيزيون اللي كنا متوقعينهم واش وصلنا ليهم ولا لا. دابا غادي ندوزو نشوفو المكونات لي كومبوزيسيون دو بيدجي جينيرال دو ليتا. اول حاجه عندنا هي البيدجي جينيرال، شنو كيجي يقول لنا هاد البيدجي جينيرال؟ اي ريكابيتول لي روسيت اي لي ديبونس دو ليتا بور اون اني سيفيل. البيدجي جينيرال هو اللي فيه لي روسيت اي لي ديبونس بالنسبه لون اني سيفيل، كيف ما قلت لكم العام كامل برينسيپ ديال لانيواليتي. بحال اش مثال ليكزامبل لي روسيت فيسكال، لي روسيت فيسكال اللي غادي ندخلهم في داك العام كامل. اولا عندنا لي ديبونس دو فونكسيونمون، هادو كيكونوا في البيدجي جينيرال. من بعد عندنا دي كونت سبيسيو دو تريزور، شنو كيقولوا لينا هاد دي كونت سبيسيو دو تريزور؟ هما عندنا بعض لي بروجي اللي كيكونوا كبار بزاف فكان افيكتيو ليهم دي ريسورس، يعني بعض المصادر ديال الفلوس، الفلوس اللي كيجيونا من هادوك المصادر ديريكتومون كيمشيو لهادوك لي بروجي محددين ليهم بالضبط. بحال اش مثلا؟ بحال البروجي سولير نور ورزازات، بحال هذاك هذاك البروجي اللي كبير اللي درناه ديال الطاقه الشمسيه ديال النور ورزازات، فهذاك درناه على بليزيور اني بزاف ديال الاعوام، فكاينين دي ريسورس اللي كيمشيو سبيسيفيكمون لهذاك الكونت، الكونت ديال البروجي سولير نور ورزازات. اولا الصندوق الوطني لحمايه الغابات، فكاينين بعض المصادر ديال الفلوس اللي كيمشيو لهذاك الصندوق مباشره. من بعد عندنا لو بيدجي انيكس، شنو كيقول لنا هذا البيدجي انيكس؟ هذا فكيقول لنا كاينين بعض الادارات العموميه يعني ديال الدوله ولكن ما كتفينونسيهمش الدوله، كيفينونسيو روسهم روسهم، يعني عندهم واحد لوتونومي فينونسيير. بحال اش مثلا؟ بحال لامبريمري اوفيسيال، المطبعه الرسميه هي اللي كتطبع لنا البولتا اوفيسيال، يعني هي اللي كتطبع لنا هذيك الجريده الرسميه، هي اللي كتطبعها وكتطبع بزاف ديال الوثائق ديال الوزارات، الوثائق اللي كيكونوا مهمين كيطبعوا في لامبريمري اوفيسيال. هاد لامبريمري اوفيسيال فهي ما كتاخذش الفلوس من لا لوا دو فينونس، من القانون الماليه، يعني حتى هي كتقول لهم راه خاصني فلوس هذه، فهي كتخلص من هذوك لي سيرفيس اللي كدير وكتفينونسي راسها راسها. عندنا مثال اخر هو لوديب، شنو هو هاد لوديب؟ هو لوفيس اكسبلواتاسيون دي بور، يعني حتى هو كيفينونسي راسو راسو. من بعد عندنا سيغما، شنو هي هاد سيغما؟ هما دي سيرفيس ديتا جيري دو مانيير اوتونوم، قالوا لنا ابو بي تاسيغي لا ترانسبارونس بيدجيتير لوتونومي اي لا سوبليس دو لا جيستيون، يعني هما بعض القطاعات اللي كيفينونسيو حتى هما روسهم روسهم. علاش قلت باش ياسيوريو لينا لا ترانسبارونس بيدجيتير، يعني الشفافيه الماليه باش نعرفوا الفلوس منين جاو وفين مشاو، لا سوبليس في لا جيستيون ديالهم باش كيكونوا ساهلين في لا جيستيون ديالهم. نعطيو مثال بحال لي سونتر ريجيونو د انفستيسمون، هما المراكز الجهويه للاستثمار، فهادو عندهم انتي فينونسي روسهم روسهم. علاش؟ كيف ما قلنا من قبل لا ترانسبارونس بيدجيتير. عندنا كومبلكس سبورتيف دو فاس مثلا، يعني كومبلكس فكتبو باش تبغي تلعب في هذاك كومبلكس خاصك تخلص واحد واحد الرسوم باش تدخل هذاك الكومبلكس، هنا هذوك الفلوس اللي كتخلصوا هما اللي كنجيريو بهم هذاك الكومبلكس، هما باش كننظفوه وباش كنبقاو نديرو ليه المينتونونس، وبالتالي فهداك الكومبلكس كيفينونسي راسو راسو. فوالا، كنتمنى نكون توفقت ووصلت لكم الفكره ديال لا بوليتيك بيدجيتير. اللي ما دايرش ابوني ما تنساوش ديروها دابا وديروا جيم وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. نشوفكم في فيديو الماجي ان شاء الله. السلام عليكم.